السلام عليكم أصدقاء كيزاكو.com. معنا اليوم في درس جديد حول لا كونتابيليتي جينيرال اللي هي محاسبات. في الدرس هذا غادي نحاولوا نهضروا لكم على لي زونجو دو لا كونتابيليتي، انسويت غادي نهضروا لكم على لي برينسيپ لي نوسيون دو باز ديال لا كونتابيليتي، و بور فينير غادي نديروا لكم ان بيتي تابيرسو على لي دوكيومون كونطابل باش نعرفوا شنو هما. اذا غادي نبداو بلي زونجو دو لا كونطابيليتي، يعني شنو هما لي زونجو، يعني شنو هي علاش كنعطيو لا كونطابيليتي الاهميه كلها. كنسمعوا راه لي كونطابل لا كونطابيليتي لي امبورطونت بور لونتربريز، وهادي ايفيكتيفمون لا كونطابيليتي لي تري امبورطونت في لا في دون اونتربريز. علاش؟ اولا هي كتخول لينا اننا ننتجوا واحد لي دوكيومون كونطابل، يعني لا برودكسيون ديال لي دوكيومون كونطابل اللي هما مهمين كيبينوا لينا لا سيتوياسيون ديال الشركه غير من خلال قراءه بسيطه لهذوك لي دوكيومون كونطابل. يعني الا شفنا البيلون ولا لو كونط دو برودوي دو شارج ديال الشركه يمكن لينا نعرفوا الصحه الماليه ديال هاد المقاوله هذه. ثانيا لا كونطابيليتي سي ان اوتي باتريمونيال، c'est-à-dire qui attaque واحد l'idée là le patrimoine de l'entreprise qui magna في la production des documents comptables انك يمكن لك تعرف l'activité ديال الشركه والصحه الماليه ديالها à travers le bilan اللي هو واحد le document comptable مهم في اي مقاوله. يمكن لينا نعرفوا هاد الشركه شنو هو لو باتريمون ديالها، يعني شنو هما المسائل اللي كتحتوي عليهم هاد الشركه هادي وكتكسبهم، يعني شنو هي لا ريشيس ديال هاد الشركه. يمكن لينا نشوفوها غير اترافير لو بيلون، مثلا غنشوفوا لو باتريمون ديال الشركه كنلقاو عندها خمسه ديال السيارات، غادي نشوفوا باللي افيكتيفمون كاينين خمسه ديال السيارات ولكن غنشوفهم اون فالور. ثالث حاجه هي اننا كيمكننا نتعرفوا على لاكتيفيتي ايكونوميك دو لونتربريز. كيفاش يمكننا نتعرفوا على لاكتيفيتي ايكونوميك ديال لونتربريز؟ من خلال واحد لو دوكيمون سميتو لو سي بي سي اللي هو لو كونط دو برودوي اي دو شارج. يعني يمكن لينا نشوفوا، يمكن لينا نعرف ناخذوا واحد لو بيتي تابيرسو على لاكتيفيتي ديال هاد الشركه غير اترافير اون بيتي ليكتور ديال لو كونط دو برودوي دو شارج ديال اي شركه. رابعا لا كونطابيليتي كتبقى من اهم الوسائل ديال التسيير ديال الشركه، لانها كتمكننا من اتخاذ قرارات ديال التسيير ديال هاد الشركه هادي. يعني ان نو بيرمي دو بروندر دي ديسيزيون افان دو ريميدييه ا دي سيتوياسيون كي سون ا دي ماليز. مثلا شركه كيبان ليها بلي يمكن خاسره في ان برودوي ولا شي حاجه، يمكن ليها من خلال لا كونطابيليتي كيتبين ليها بلي انها خاسره في واحد لاكتيفيتي، وكيمكن ليها تحيد هذيك لاكتيفيتي وكتعوضها بان اوتر اكتيفيتي اللي تكون بلو رونطابل. خامس حاجه هي لونجو فيسكال، يعني اترافير لا كونطابيليتي كيمكن لينا نحسبوا شحال ديال لي زامبو لي تاكس، شحال ديال لي زامبو لي تاكس اللي غادي نخلصوا الاداره ديال لي زامبو. يعني اترافير لا كونطابيليتي لا كونطابيليتي هي لا باز ديال لو كالكول ديال لي تاكس لي زامبو ديال اي شركه. و اخيرا لا كونطابيليتي كتبقى ان اوتي تري امبورطون، لانها كتمكننا من انتاج بعض المعلومات ديال التسيير، ومعلومات ايضا كتكون معلومات ماليه او دي انفورماسيون فينانسيير كيمكن لينا كتمكننا باش اننا نتخذوا قرارات ديال التسيير ديال المقاوله. من بعد ما شفنا لي زونجو دو لا كونطابيليتي الان غادي ننتقلوا لي برينسيپ ديال لا كونطابيليتي. شنو هما لي برينسيپ دو لا كونطابيليتي؟ هما سبعه ديال المبادئ الاساسيه. اول مبدا هو لا سبيسياليزاسيون دي زيكزرسيس، يعني
كل اكزرسيس كونطابل يعني جينيرالمون كتكون اون اني سيفيل يعني من لو 1er جانفي حتى لو 31 ديسمبر كي خصنا نسجلوا فيه هذاك الشيء اللي ديال هذاك السنه مثلا ديال هذاك الاكزرسيس ما يمكنش لينا ناخذوا اون شارج ديال 2012 ونقيدوها في 2013 او العكس ثاني حاجه هي لامبورطونس سينيفيكاتيف ثاني مبدا هو لامبورطونس سينيفيكاتيف شنو هو لامبورطونس سينيفيكاتيف يعني اي معلومه كنقيدوها في لا كونطابيليتي فهي كتكون عندها واحد لامبورطونس اللي من خلال هذيك المعلومه كيمكن لينا نعرفوا بزاف ديال الحوايج مثلا يمكن لينا نشوفوا بشحال شرينا واحد ليموبيليزاسيون اون فواتور ولا ان باتيمون شحال ساوي في اترافير اون ليكشور في لو بيلون ديال الشركه ثالث مبدا هو لا كلارتي يعني كل شيء خصو يكون واضح وباين وضوح الشمس كما كنقولوا رابع مبدا هو لا برودونس يعني خصنا نكونوا حذرين خلال لانجستريمون ديال لي زيكريتور كونطابل خامس مبدا هو لو كو هيستوريك خامس مبدا هو لو كو هيستوريك اللي كيبقى واحد المبدا مهم اللي من خلاله كيمكن لينا نتعرفوا على لو كو ديال اي ايموبيليزاسيون او اي بيان عندنا في الشركه اللي باش شريناه في النهار الاول باش دخل لو بيلون ديال هذيك الشركه سادس مبدا هو لا بيرمانونس دي ميثود مثلا في لي زامورتيسمون كاين بزاف ديال لي ميثود خصنا نكملوا على نفس لا ميثود اللي نكونوا كنخدموا بها ديما و سابع مبدا هو الاخير هو لا كونتينيتي ديكسبلواتاسيون يعني ان الشركه خاصها تكون دائما عندها واحد الاستمراريه في لاكتيفيتي ديالها ما يمكنش الشركه انها تكون كتخدم غير شهر وتسد عاوتاني وتعاود تخدم عاوتاني ابخي 2 ولا 3 زون ونكملوا بنفس لا كونطابيليتي اللي كانت عندنا اذا بعد ما شفنا المبادئ غادي نتحولوا لي نوسيون دو باز اللي هما مهمين في لا كونطابيليتي اهم شيء في لا كونطابيليتي هو اننا كنعرفوا باللي ان كونط كيحتوي على جوج ديال لي فولي ان فولي كريدي اي ان فولي ديبي اول حاجه لو كريدي اشنو كي ريبريزونتي لينا سي اون ريسورس لو كريدي سي اون ريسورس يعني اي حاجه كتقيد في الكريدي ديال ان كونط فهي بمثابه اون ريسورس بالنسبه للمقاوله ثاني في لوتر كوتي كنلقاو لو ديبي اللي هو لومبلوا يعني اي حاجه استعملناها او اي حاجه كتستعمل فهي كتقيد في لو ديبي دان كونط بمعنى انها كتكون ان امبلوا بالنسبه للشركه اذا مشينا بهذا المبدا هذا غادي نلقاو باللي ان دي بي فهو بالنسبه للشركه كنقيدو بالنسبه للو كونط كنقيدو فيه ان امبلوا ديال المقاوله و لو كريدي دو كونط كنقيدو فيه لي ريسورس ديال المقاوله من بعد غادي ندوزو لهاد لا نوسيون دو سولد دو كونط اشنا هي لا نوسيون دو سولد دو كونط سهله اذا كان لو كونط كيكون كيسجل بزاف ديال لو كونط كيكون كيسجل بزاف ديال لي زيكريتور كونطابل كان في الاخير كيمكن لينا نحسبوا لو سولد ديالو اترافير واحد العمليه حسابيه ديال لا سوستراكسيون كنقصوا مثلا الدي بي من الكريدي او الكريدي من الدي بي باش كنشوفوا شكون اللي كبير باش كيمكن لينا نعرفوا لو سولد دو كونط اذا كان لو دي بي كبر من لو كريدي دو كونط فاذا كيكون عندنا ان سولد ديبيتور و الا كان لو دي بي دان كونط ايغال او دي بي دو كريدي ديال لو ميم كونط كيكون عندنا ان سولد نول و الا كان لو دي بي صغر من الكريدي فكيكون عندنا ان سولد كريديتور بين المبادئ المهمه ايضا في لا كونطابيليتي هي ان لو كونط داكتيف
كي اوغمونتي في الديبي و كي يلبس في الكريدي. ونفس الشيء بالنسبه لو كونط دو شارج كي اوغمونتي في الديبي و كينقص في الكريدي. وبالنسبه لي كونط دو باسيف فهما كينزلوا في الديبي و كيطلعوا في الكريدي. وبالنسبه لي كونط دو برودوي فنفس الشيء بالنسبه لي كونط دو باسيف كيكونوا كينزلوا في الديبي و كيطلعوا في الكريدي. من بعد ما تعرفنا على هاد لي نوسيون هادو غادي ندوزو لي نوسيون اوسي امبورطونط كو لي زوتر. يعني شنو غادي نشوفو شنو هي المبدا لا نوسيون ديال لا بارتي دوبل. شنو هي هاد لا نوسيون ديال لا بارتي دوبل؟ يعني شاك انريجستريمون كونطابل il doit générer au moins le mouvement de deux comptes. يعني اذا قيتي شي حاجه في لو ديبي دان كونط ضروري خاصك باش اكيليبري هاد العمليه الحسابيه خاصك ان اوتر كونط اللي غادي دير فيه لو كريدي. اذا غنشوف واحد لو بيتي اكزامبل اللي هو اشا دو موبيلي دو بيورو. اشنو غادي نقيدو مثلا في لو ديبي؟ غادي نديرو موبيلي في لو ديبي ونقولو حنايا شريناه باغ بانك par un chèque bancaire. غادي نديرو في لو ديبي ان مونطون x. يعني باش ما شرينا نكونو شرينا ب 100 او 1000 درهم فغادي نقيدو 1000 درهم هنايا في لو ديبي ديال لو كونط موبيلي دو بيرو. و لا كونتر بارتي ايل فا ايتر او كريدي دو كونط بانك. يعني غادي نكونوا بهذه العمليه هذه درنا واحد انريجسترينا واحد 1000 درهم في لو ديبي دو كونط موبيلي دو بيرو و في لا كونتر بارتي ديالو 1000 درهم في لو كونط بانك. يعني في لو كريدي ديال 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 لو كونط بانك. اذا من خلال هذه العمليه هذه كيمكن لينا نشوفوا باللي لا ريسورس هي لو كريدي دو كونط بانك. يعني سي كيما قلنا قبيله بلي لا ريسورس ايل ريبريزونت توجور ان كونط دو باسيف. وبالنسبه للامبلوا ديالنا سي ان كونط داكتيف لي انريجسترا في لو ديبي. اذا عقلوا عليها ديما ان كونط داكتيف كي طلع في الديبي وكيكون بالنسبه للشركه ان امبلوا و ان كونط دو باسيف كيكون بالنسبه للشركه